هذا باباك بشار الأسد تخطف المنازل 3/11/2011 حي باب عمر أو قصف الدبابات عشوائيا وسوف أسحب الجيش ها هي دبابات بشار الأسد تضرب الحي بالكامل الله أكبر مشان ما يقولوا قناة الدنيا إنه نحن عم نطبق ونلغي خذوا هاي الدبابات هي اللي عم تضرب الله أكبر شوف يا بشار شوفوا يا عرب هاي هي الدبابات هاي الشركة مضاد طيران وهي بي ام بي عم يتضرب فيها المواطنين مهزل الله اكبر عليك يا بشار الشركة مضبوط شاملوها هاي الشركة ها شاملوها هاي مشركة هاي تطبيق آلك